هذا وتواصل مصر جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة. المزيد من التفاصيل حول تلك الجهود والعراقيل التي تمارسها قوات الاحتلال نتابعها مع الزميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري. تحياتي إليكم من محافظة شمال سيناء ومن مدينة العريش، وتحديدا من منطقة تمركز وتموضع شاحنات الإغاثة التي من المزمع أن تتجه إلى قطاع غزة. نحن اليوم في اليوم رقم 333 للعدوان على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني، وكما ترون في هذه المنطقة من حولي توجد المئات من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية ومواد الصحية لشعب غزة، شعب الفلسطيني، وتنتظر دخولها. ويأتي هذا التأخر في دخول هذه الشاحنات إلى قطاع غزة نتيجة للتعنت الإسرائيلي الذي بدأ بقصفه لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وأنهاه تماما، وجعل دخول المعونات إلى قطاع غزة أمرا مستحيلا، حتى بدأ معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي يدخل من خلاله المساعدات إلى قطاع غزة، ومن هنا بدأت المعاناة، حيث يتم التدقيق الشديد في المحتويات التي تقلها كل شاحنة على حدة، ويتم إرجاع العديد منها من دون إبداء أسباب أو بإبداء أسباب، حيث عاد يعني بالأمس أمام ناظرنا شاحنتان محملتان بمواد طعام دقيق للخبز تم إعادتها ومن دون إبداء أي أسباب. يأتي هذا في ظل التعنت الإسرائيلي مع الشاحنات ومع المنظمات الدولية، حيث أعلنت منظمة الإغاثة والطوارئ الدولية تعليق عملها في قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي نتيجة لقصف سيارة تحمل أعلام الأمم المتحدة هناك، واتخذت التصريحات والإجراءات القانونية ووضعت الأعلام المميزة لها، ومع ذلك تم قصفها. يعني ننتظر دخول المزيد من هذه المساعدات بعد الجهود المصرية والجهود الدولية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إنفاذ هذه المساعدات بشكل متزايد بما يتناسب مع احتياجات القطاع الإنسانية والطبية والصحية. إليك.